السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أعزائي المشاهدين. كل سنة وحضراتكم طيبين. قبل ما نبدأ ونتكلم في أي حاجة بمناسبة الشهر الكريم، أعد الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. النهاردة الحلقة بتاعتنا للراقي والمعالج بالرقية الشرعية الشريف أحمد فراج، مستمرين في حلقاته. النهاردة معانا السؤال اللي احنا كل حلقة بنقول أكتر سؤال هيجيلنا أو أكتر موضوع حضراتكم حابين تتكلموا فيه متابعينه ومتابعين البرنامج، هو ده اللي احنا هنتكلم فيه. النهاردة معانا السؤال عن الجن العاشق، عايزين نفهم إيه الموضوع ده وإيه قصته، وهو هيفهمنا حاجات كتير بخصوص الموضوع ده، ومن أهمها كمان من أهم النقط اللي هنتكلم فيها موضوع أنه الدجالين والمشعوذين بيتكلموا كتير قوي قوي في الموضوع ده، ودايما بيلخبطوا الناس وبيقولوا معلومات مش مظبوطة. النهاردة الحلقة بتاعتنا هتكون مهمة جدا، فيها استفسارات كتير من السادة المتابعين، وبحب كمان أنوه أن هدفنا البعد عن الدجل، البعد عن الشعوذة، ما نمشيش وراء الناس اللي بيقولوا احنا عايزين فلوس، هاتوا بخور بكذا، عايزين نعمل ونعمل ونعمل وانت ممسوس وانت ملبوس. احنا هدفنا ان احنا نصلح معلومات الناس ونخليهم يمشوا في الطريق الصح. زي ما قلنا قبل كده في حلقات كتير، الصلاة والعبادة وقراية القرآن دي من أهم الحاجات اللي بتبعد عننا أي مس وأي سحر وأي حسد وأي عين. كمان عايزين هنتكلم في حاجة مهمة جدا هو هيتكلم فيها، السحر اللي بيترمي في بحر والسحر اللي بيتعمل مش عارفة سمك إيه والكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه الكتير قوي اللي بيلخبط الناس، هيتكلم فيه. هيتكلم كمان عن مين اللي عمل لك السحر وعمله لك ليه، وكل الكلام ده هيقوله لنا، لان المواضيع دي بجد بجد بتتعبنا وبتقرق ناس كتير وبتعمل مشاكل كتيرة جدا. خلينا نشوف الفيديو ونتابع سلسلة حلقات أحمد فراج، وأي سؤال احنا مستنيينه على صفحة البرنامج سمى علي وكل جديد، ومع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة المشاهدين. حلقة النهاردة هنفرق بين خطأين مهمين جدا، هو الخلط ما بين المس العاشق والسحر العاشق. المس العاشق ده عبارة عن تسليط من العارض على الإنسان سواء رجل أو أنثى، وده بيحصل نتيجة بعض الأخطاء التي يقوم بها الإنسان فيؤدي إلى جذب هذا العارض إليه. مثلا الجلوس في الخلاء كثيرا، الجلوس في الحمام كثيرا، سماع الأغاني وترددها في الحمامات وفي أماكن الخلاء، الاستعراض أمام المرآة، الجلوس أمام الممرات المائية كثيرة مثل البحر والأنهار والترع يقعد فيها لوحده فترات طويلة فتخلي أحد العوارض يقرب منه ويحبه ويفضل قاعد معاه، وهنا ده بيسبب لنا مشكلة لأن الحب بتاعهم بيبقى زايد شوية، فيبدأ لو أنت متجوز يخلي علاقة سيئة جدا بينك وبين زوجتك، بين أبوك بين أولادك بين إخواتك بين أحبابك بين أصحابك. كمان بيبقى فيه بعض الأحلام اللي فيها تحرشات أثناء النوم. ثالث حاجة بيخطك إلى العزلة ويبعدك عن الحياة، وطبعا لابد من خروجه من الجسم. هل ممكن الإنسان هذا العارض العاشق يعالج نفسه بنفسه فيه؟ الالتزام بالصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة بعد صلاة الفجر، الاستحمام بالماء والملح وورق الستر، التطيب بالمسك ووضع المسك في كعب الرجل وسرة البطن وعلى الأنف وعلى الأذن، ودي مخارج طاقة جسم الإنسان. وأيضا هناك صمغ الحلتيد. إيه صمغ الحلتيد ده؟ عبارة عن إيه؟
صمغ الحلكيت ده عبارة عن نبات اسمه شمر البر، الشمر البري. ده نبات بيطلع من جذوره حاجة زي الصمغ، له رائحة نفاذة وقوية أقوى من المسك الأحمر أيضا، والعوارض تكرهه كر شديد جدا. ده بيتجاب منه وصلة حوالي 2 أو 3 سنتي، توضع في دورق من المياه ويتم التشطيف بيه في الجزء الأسفل صباحا ومساء بإذن الله، إلى أن يذهب العرض ويبتعد عن الإنسان والتسليط عليه. نفس الأعراض دي بتبقى في السحر العاشق. سحر العاشق ده اللي هو من الآخر ونبقى كلنا عارفينه، سحر وقف الحال. أي حد عايز يوقف حال حد والعياذ بالله، يروح لدجال ولا مشعوذ يسلط عليه حد يحبه، اللي يحبه دوت بيبقى مسحور فيه، يعني العارض مسحور والإنسان مسحورين ببعض، يبعدوا عن الناس ويبعدوا عن الشغل ويبعدوا عن الأكل وعن الشرب وعن حبايبه وعن أصحابه، لو مراته يطلقها، ولو هي متجوزة يطلقها عن جوزها، ولو داخلة في خطوبة يبعد عنها، وهذه الأمور. طب بيقعد فين بقى؟ سواء بقى المس العاشق أو السحر، مكانه فين في جسم الإنسان؟ عشان بس تبقى الأمور واضحة للناس. لما الإنسان يبدأ يتعامل مع أشخاص يحضر دايما في العين والجبهة، العين والجبهة، داخل على شغل يدوب بس هو بالعين بيبدأ يرتب لك إن الدنيا دي ما تمشيش. لو داخل على جواز تخش العروسة، العروسة تشوفك وحش أو أنت تشوفها مش مظبوطة، في حاجة تحصل غلط. في مرحلة السكون الليلي، مرحلة السكون الليلي يكون في الجزء الأسفل في منطقة الرحم عند النساء وفي منطقة الذكورة عند الرجال مساء. وبالتالي دايما عشان كده قلنا نستخدم المسك علشان يهد آثاره داخل جسم الإنسان ويهد النبض وهذه الأمور، والتشطيف صباحا ومساء بصمغ الحلتيد الناتج اللي بيطلع من جذور شمر البري. ده بيبعد هذه العوارض عن جسم الانسان. في حاله المس العارض يزهق خلاص، مشي خلاص زهق، ما انت بتحط له مسك وعمال تحط له حلتيت وبتصلي وبتقرا قران وبتذكر ربنا وبتسبح وبتقول الاذكار الصباح والمساء، انا هقعد اتعذب عشان بحبه، خلاص بناقص. اما اللي جاي سحر لابد من فك العقد وانهاء السحر وخروج العارض، وخروجه بقى اما باعلان اسلامه زي ما انا بقول كل مره، او بحرقه او بسحبه من الجسم، والمهم ينتهي هذا الامر. دايما السحر العشق اللي هو في الحال عند النساء بيسبب لهم يا اما نزيف يا اما انقطاع البريود، ووجود دايما نبض، نبض متكرر وشديد جدا. وطبعا عشان نهد النبض دوت بنستخدم منقوع الحلتيت والتشطيب فيه المهبلي الخارجي علشان نهدي هذه الامور، وايضا استخدام المسك وتدهن به منطقه الرحم الى ان تقوم بعمليه واجراء الرقيه الشرعيه بالقران والسنه. بقول ايه تاني؟ بالقران والسنه، يعني مش بحاجه تانيه، لا مش بحاجه تانيه، مش بالطلبات الغلط، لا مش بالطلبات الغلط، مش ببخور مثلا ويتجاب والبنت تقف عليه كده، ولا الراجل كانه في السبوع وبيعدي على العيل ويبخروه، الكلام الغريب اللي انا سمعته الايام اللي فاتت، لا مفيش كلام من ده. هي الرقيه قران وسنه وادعيه، ما فيهاش حاجه تاني، ما فيهاش اختراعات. طيب فكده احنا فرقنا عن المس العاشق وسحر العشق اللي هو وقف الحال، لان احيانا ممكن العارض يحضر على لسان البني ادم ويقول لك انا بعشقه بس هو جاي له سحر، فهو مسحور زيه، فيبداوا هم يعالجوه على اساس ان هو مس وما بيمشيش، لانهم ما فكوش العقد لانه جاي عن طريق سحر. لابد من فك عقدته والعارض يرجع لعقله، فلما يرجع لعقله هيخرج. هو ده الموضوع عشان نفرق بين الاثنين في طرق العلاج. الشق الثاني من الحلقه هتكلم فيه عن السؤال الشائع، مين اللي سحرني؟ مين اللي سحرني؟ واللي خلاني اتكلم في الموضوع ده ان احد الافاضل كان جاي عشان يتعالج، كان شرط علاجه انه يعرف مين اللي سحر.
وقال لي انا بقارن بين كلامك وكلام ناس تانية، عشان انا رحت لفلان وقال لي فلان اللي سحرك، ورحت العلان قال لي فلان اللي سحرك، ورحت التلتان قال لي فلان اللي سحرك، ورحت لفلان. طيب هل ده منطق؟ هو انت يهمك تتعالج وتقرب من ربنا، ولا يهمك مين اللي سحرك؟ انا عايز افهم، يعني انت النهارده عايز تعرف مين اللي سحرك؟ هل انت متخيل ان العارض اللي تم تحضيره عن طريق المشعوذ الدجال بالكفر اللي دخل جوه جسمك لما يحضر على لسانك هيقول لك الحقيقه؟ لا يمكن. انا بستعجب من الناس اللي كل مره تسالني نفس السؤال، مين اللي سحرنا؟ وطبعا لا يمكن اقول مين اللي سحر، لان مبقاش عارف اصلا. وانا بستغرب جدا من الناس اللي يروح يعالج واحد ويقول له اصل اللي سحرك ابن اختك، او اللي سحرك خالك، او اللي سحرك عمك، علشان عايز مش عارف ايه من الميراث. هو انت كراجل مفروض راقي تعالج بالقران والسنه تروح تعمل فتنه بين الناس؟ انهي عقل وانهي دين وانهي منطق وانهي احترافيه في التعامل مع العوارض انك تروح تقول للناس الكلام ده؟ انا لما حد بيجي يسالني مين اللي سحرني اقول الله اعلم. انت كل اللي عليك تتعالج وتلتزم دينيا عشان ما حدش يخش جواك، ما حدش يخش جسمك، لان الموضوع ده زاد قوي يا جماعه، زاد بطريقه غير عاديه. واكيد طبعا المتابعين عندي على الجروب وعلى قناتي على اليوتيوب والناس اللي بتكلمني، والحمد لله بيكلمني عشرات الاشخاص يوميا، دايما اقول لهم نفس الكلام. هل انت عندك ثقه في عارض يحضر على لسانك ويقول فلان اللي سحرك وهو اصلا جاي لك بالكفر والشعوذه؟ هل لما يجي لك واحد يدعي انه راقي يقول لك ده فلان اللي سحرك وانا متاكد انه فلان اللي عمل لك، هل ده بيمشي بالقران والسنه؟ عرف منين؟ وهم يا فتح المندل يا شاف فنجان، هل ده راقي؟ لا ده دجال وساحر. لكن لا تشغلوا بالكم الا ازاي اتعالج وازاي التزم دينيا بعد العلاج عشان ما يجيليش تسليط تاني. مش يهمني ان اسمع حكاوي وافلام وفلان عمل لك وفلان حطهولك فين ورمالك السحر جنب الكنبه، كلام فارغ، ده كله ضحك على الدقون. طيب لما يجي حد يقول لي انا عايز اعرف مكان السحر فين، انا ذكرت قبل كده في حلقه من اكتر من شهر، من كذا شهر، خروج العارض من الجسم سواء باعلان اسلامه او سحبه او حرقه ده انتهاء للسحر. الحاجه الوحيده اللي تهمنا بس نعرف مكانها هو السحر المأكول او المشروب، بيبان من علامات اثناء الرقيه، البطن بتعلى وتنزل وتتعب وكلام من ده، علشان السموم اللي دخلت جوه بطنه دي اللي سخرت فيها العارض لو ما خرجتش بالترجيع هيتعب او بالاسهال هيتعب البني ادم. اما مدفون متعلق على شجره محطوط في بحر انت مش محتاجه، خلاص خرج العرض بتاعه، هو غير مؤثر، بقت تعويذه منتهيه، كل اللي عليك انك تقرا قران، حافظ على صلاتك وربنا هيكرمك. اما اين دفن السحر؟ ما يعني هو السحر لو مدفون في مقابر جوه بق ميت هتروح تجيبه ازاي؟ لا احنا بنشيل العرض اللي من الجسم وانت بتحافظ على التزامك الديني عشان لا تتعب مره اخرى. لكن يجي حد يقول لك لازم تفحت القبر، ده انت طب افرض بقى معلش السحر ده معمول في بطن قرموط في ترعه، هتجيبه ازاي؟ ويجي ناس تقول لك انا لازم اعرف هو فين ومين اللي عمله. ما دام انت دقيق قوي كده ليه ما كنتش اكثر دقه في التزامك الديني عشان ما تتسحرش من الاساس؟ حاجات تحزن. واللي يحزنني اكتر يقول لك اصل احنا جبنا فلان قال لنا فلان اللي سحرك. اي دين واي اخلاق واي منطق انك تروح تعالج مريض وتقول له فلان اللي عمل لك وتعمل فتنه في البيت؟ في احد المواضيع كان طفله يعني متوسطه العمر اصابت بالعين، فالعين حضر لها مس جوه جسمها، فكلموني وعملت الجلسة اونلاين،
وحضر العارض. ولازم تعرفوا ان العارض اللي بيخش الجسم عن طريق العين لا يتكلم ولكن يعطي اشارات، لا يتكلم ولكن يعطي اشارات. وخرج، ففوجئت ان الناس بتشكرني الحمد لله والامور طيبه والبنت قامت لانها ولا بتاكل ولا بتشرب ونايمه على السرير، لا حول لها ولا قوه. ده جالنا فلان الفلاني قال لنا ان قرايبها عملوا لها سحر، وفلان ابن علان معمول لها عايز مش عارف ايه، عملوا لابوها في بنته سحر سفلي. وقصص قسما بالله اي حد عاقل لو طفل حتى صغير ما يصدقها. وهو الموضوع كله عين حاره جت في البنت، علشان ما شاء الله متفوقه ومحترمه ومتربيه تربيه بسم الله ما شاء الله عليها، يسلم اللي رباها ويسلم اللي خلوها. فنفاجأ ان العين بدأت ناس تتكلم يقولوا بقى سحر وبقى مش عارف ايه والبنت، وهذه امور فعلا تحبط. السؤال المهم، احد الاصدقاء على الجروب بعت لي سؤال ان في احد اللي بيدعوا ان هم رقاه بيقول لهم انا مسيطر عليكم لان انا ساحب القرناء كلكم بتاعتكم كلهم عندي. انا عملت له كده الله، لان بصراحه حلقه النهارده الاسئله فيها بصراحه ترفع ضغط الله. يعني انت مثلا هتعرف اكتر من الرسول ان القرين بيمشي في دمنا، بيمشي في عروقنا مجرى الدم، وان القرين لا يموت لانه من المنذرين. وهل تعلم ان القرين لا يفارق جسم الانسان الا بيموته؟ فانت مين عشان تقول؟ يعني انا بصراحة لما سمعت الموضوع ده انا ما نمتش طول الليل. يعني انت ازاي اصلا تتجرأ تقول حاجة زي دي ان انت سحبت القرين عندك؟ انت مين؟ يا جماعة بلاش حد يضحك علينا، مفيش حاجة اسمها واحد يحضر القرين على البني ادم، القرين لا يحضر على البني ادم الا اذا تعرض الانسان الى سحر قرين فقط لا غير، يتكلم من على لسانه وباسلوبه وبطريقته وتحس ان الانسان عنده شخصيتين. شخصية القرين بتحضر على لسانه وتخليه يبقى غير متزن، والشخصية الطبيعية هو ده سحر القرين ومعروف علاجه. وانا قلت قبل كده علاجه اللي هي سورة قاف وياسين والمعوذات وآية الكرسي بعد صلاة المغرب يوميا لمدة 40 يوم. اما ان انت يجي واحد يسحب قرين بني ادم يقعده عنده هو عازمه مثلا على الغدا هيفطره، موضوع منتهي. يعني رجاء بلاش نندرج مع الناس اللي بتقول حاجات لا يستوعبها العقل ولا فطرتنا ولا تعليمنا ولا ديننا يسمح لنا ان واحد يقول لي ده فلان اللي سحرك ويبقى بيكذب عليك عشان يعمل مشكله، ده مراتك اللي حطت لك مش عارف ايه في الاكل، وده كلام فارغ والعياذ بالله. الناس كلها الحمد لله الامور طيبه. اهتم دايما ان انت تتعالج، اهتم دايما ان انت تعرف ايه اللي عندك، التزم دينيا، لا يعني تنساقوا ورا التفاهات ورا اللي يجي يقول لك انا سحبت القرين بتاعك خليته عندي. انت عندك قرين اصلا انت مش قادر عليه، هتجيب لك واحد تاني ازاي؟ وايه القدره اللي هتسحبه بيها؟ وايه علمك اللي هتسحب بيه؟ وايه ثقافتك اللي هتسحب بيها قرين؟ لا يمكن يجرف العروق مجرى الدم ولا يموت بموت الانسان. فلنتقي الله، بلاش تنساقوا ورا الدجالين والمشعوذين، لان فعلا فعلا كم الاسئله الرهيب اللي بيجي على هذه الامور فاق الحد. ربنا يسترها على الناس جميعا. والفتاوي دايما يا اهل الخير، يعني مثلا انا مثلا اعرف اعالج من ادم مسحور او معيوب. طب الاسئله الدينيه الازهر موجود، تتوجهوا الى القنوات الشرعيه لاخذ الفتاوي واخذ هذه الامور ومعرفه الحقيقه من الجهات القانونيه الشرعيه الخاصه بالفتاوي الدينيه. بلاش اي حد كده يقول لك انا اسحب لك قرين وانا اكشف لك مش عارف على مين، وشغل السوبرمان ده يعني مش طبيعي. فربنا معاكم وربنا يوفقكم جميعا، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الخير ويقرب علينا رمضان بالخير والهنا والسعاده على شعب مصر والامه العربيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بشكر أحمد فراج الراقي والمعالج بالرقية الشرعية على الموضوعات اللي طرحها النهاردة، بشكره على رد الأسئلة اللي جت على صفحة البرنامج ومن المتابعين بتوعه، بشكره جدا، وأكيد كلنا استفدنا من الشرح اللي هو قاله لنا. وبقول يعني أنا بقول كلمة أخيرة، يا ريت قبل ما نقول احنا مسحورين، احنا ممسوسين، احنا ملبوسين، نشوف الاول، نروح لدكتور الاول ونشوف ايه اللي تعبنا، نتعالج منه، وبعد كده الدكتور بيقولك انت ما عندكش حاجه، فلما يقولك انت ما عندكش حاجه ترجع للرقيه الشرعيه وللمعالج بالقران الكريم، وان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا ويرفع عننا البلاء ويشفي كل مريض. وأنا بشكر أحمد فراج، بشكره جدا جدا على متابعته ومواصلته معنا في البرنامج وعلى الموضوعات المهمة، لأن الحلقة دي من أهم الحلقات بجد اللي استفدنا منها كلنا، واللي اتطلبت الموضوعات دي نتكلم فيها كتير جدا جدا، وبشكره جدا. وانتظرونا في حلقات كتير جاية، ومستنين الموضوعات والأسئلة اللي انتوا حابين نتكلم فيها، وإن شاء الله بإذن الله نكون عند حسن ظنكم، وكل سنة وانتوا طيبين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.